ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ ما خلاص جرس المنبه اللي كان بتدقه حضرة النظرة انتهى. انا جاي اطمن على حضرتك. وانا زي الجن قدامك اهو. روحي اندعيلي ناجي. ايه مالك؟ بتبحلق فيها كده ليه؟ ابدا يا بابي، بس الدكتور امر ان حضرتك ما تنزلش من السرير لمده 3 ايام. 3 ايام؟ لا، واسيب الشركه لمين في الظروف الحرجه دي؟ صحتك اهم من الدنيا كلها يا بابي. ايوه انا كمان صحتي مش هتتحسن بالنوم يا بابي، ارجوك. طمني، ما تخافيش، انا لا اتجننت ولا اعصابي اتهزت ولا حاجه، وعارف ان بنت دياب هتيجي تستلم الشركه النهارده، وانا مش هقدر اقف قدام حكم المحكمه ولا هقدر اعمل لها حاجه بعد ما استولت على الشركه. طب ايه لزوم بقى ان حضرتك تروح الشركه في الظروف دي؟ لا، انا رئيس مجلس الاداره، وانا متاكد انها مش هتقدر تدير الشركه من غيري. اوعي بقى ما تعطلينيش يا بابي، ارجوك يا بابي. وانا بقى بصفتي ملكه للشركه قررت فصلك يا سيد فريد. مين اللي هيديرها لك؟ انا. انت تفهمي ايه في الاداره؟ انا بكالوريوس تجاره شعبه اداره اعمال. انا بقى شهادتي من امريكا، من الستيتس، اهي قدامك. لو سمحت بالله واشرب ميتها. اخلصي، اخلص انت على رجلي انت وتنام. حتى انت كمان يا ساعي مكتبي؟ لا، ده كلام، ده كان زمان. دلوقتي هي رحمة هانم وانا دياب بيه يا فريد افندي. انت انت لو سمحت اوعى ايدك. مش ممكن، انا مش هسمح لهم ياخدوا املاكي. فريد، انا اتنزلت للمرحوم سوري وهم عارفين كده كويس. ده ما كانش حلته غير مرتبه. ازاي يمتلك شركة زي دي؟ ازاي؟ بسرعة، الحالة مش مستحملة. أشوف بابي يا دكتور. قلت لحضرتك ممنوع. أطمن عليه بس. قلت لحضرتك ممنوع، الحالة مصابة بأزمة قلب، مش مستحمل إزعاج. بابي عمره ما اشتكى من قلبه. أكيد اتعرض لصدمة عنيفة. والعمل يا دكتور؟ إن شاء الله لو عدى عليه 24 ساعة يبقى ربنا ستر. أنت مش قلت له ما يكلمش اللي اسمها رحمة دي؟ ما عندهاش رحمة نهائي. بس ده كان شكله صعبان عليا قوي يا بابا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي. افتكر اللي عمله فينا، افتكري كويس علشان قلبك ما يرقش. صح، افتكر السجن اللي كان عايز يرمي بابا فيه، ولا البهدلة اللي احنا اتبهدلناها. بس برضه انا حاسة بالذنب. الله، وليه يا بنتي هو ما حسش بالذنب لما حاول يرقعني 5 سنين سجن في وصل خيانة امانة؟ ليه وهو عارف ان انا بريء؟ معلش، خلي كل واحد فينا يعمل بأصله. بقولك ايه، اسمعي يا رحمة، انت هتكملي اجراءات استلام الشركة قسم قسم وطوبة طوبة، وحذاري انك تسيبيله خرم ابرة يتنفس منه. اهو ده التصرف السليم. يعني حضرتك مش هتكون زعلان لو انا رجعت ولميت شمل الاولاد؟ زعلان؟ بالعكس، ده انا رجلي على رجلي، واذا حصل اي اعتراض من فريد سيبيني بقى انا اتصرف. ما تخافش يا بابا، المرة دي المواجهة مع فريد هتبقى بالعقل مش بالمشاعر. ده في حالة لو هو اعترض على رجوعي البيت، انا هفهمه واقنعه ان رجوعي ده في مصلحة الولاد. بعدين يعني حتى لو هو عايز يقعد معانا انا ما عنديش اي اعتراض، او كل واحد فينا هيبقى في حاله. المهم ان ولادنا ما يدوش. ايه ده؟ ودينا في حديد كده بخيبتك دي. وانا هعمل بدا ايه؟ دي عهدتك يا خف، اللي يطلب تديه وتقبض مني. لو انت فاكر ان شرب الشيشه في الرياجي كده هو اللي هياكلنا عيش. لا يا جمالات، انا مش ممكن اشتغل في المخدرات. نعم يا عيون ماما. وبصراحه بقى انا اخلاقي ما تسمحش. اخلاق ايه يا ابو اخلاق؟ وكانت اخلاقك تسمح ان انت تضحك عليا وتتجوزني واخرتها تشحططني وتجوعني انا وعيالي؟ يا ستي، ما انت كنت عارفه ان انا طالب ومدي ده ياخد مصروفي.
ما انت فهمتني ان انت هتاخد فلوس من ابوك وتعمل مشروع وتكتبه باسم. ما هو على وشك بقى لما اتجوزتك ابويا فلس وظروفه بقت مهببه. خلاص يبقى اداري خيبتك وتلقط عيشك معايا. قلتلك ما اقدرش. يبقى توريني عرض كتاب وتجهز بالخمسين باكو والنفق. منين بس يا جمالات؟ هو لون من الاتنين، يا ابيض يا اسود، بين البنين ده انا ما اعرفوش، ومش انا اللي كبس واتركن على الرف يا الدلعات، ولا انت لسه ما تعرفنيش؟ لا يا جمالات اعرفك وعرفتك اكتر يا جمالات، وعشان كده بقى خدها من قصيره، لان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من اللي انت عاوزاها. استنى بس يا هوبا، طوعني يا هوبا. بقولك ايه، ما ينفعش. خلاص يبقى هعمل لك جرسه وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك عند ابوك وسط الناس الأبهة اللي انت منهم لحد ما مأخر يجيني على داير ملي. لا 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 يا جمالات، ما تتعبيش نفسك خالص، اوعي تتعبي نفسك. انا اللي هروح لابويا وهقول له على الغلطه اللي عملتها في حقه وعملتها في حق نفسي كمان، وهخليه هو اللي يتصرف معاكي. ايهاب كده ايهاب. طيب على فين؟ على فين ايه؟ داخل الفيلا بتاعتنا، انتوا اللي واقفين هنا ليه؟ بتطرب لصاحب الفيلا القديم ولا لصاحبتها الجديده؟ جديد وقديم ايه يا عم، الفيلا بتاعتنا اوعى. استنى يا اخينا، انت جدع. وقعنا هنا اذا سمحت يا رحمن. راح فين يا استاذ؟ سيبه عسكري. انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، محتاج حد يفهمني. نعم، انت مين وعايز تفهم ايه بالظبط؟ الو، ايوه ايهاب. نعم بتقول ايه؟ اهدى بس وفهمني. انا في المستشفى مع بابي حالته صعبة قوي، في العناية المركزة، ربنا يستر. في المستشفى اللي جنب الشركة على طول. طب تعالى انا مستنياك. مين معاك؟ ليه؟ طب تعالوا علينا انا مستنياك. مع السلامة. ايه؟ هو حد بلغه باللي حصل لباباكي؟ ما افتكرش، ده بيقول انه راح البيت ولقى البوليس ورحمة وحاجات غريبة كده، ما فهمتش منه حاجة. الله، هو باباكي كاتب كمان الفيلا باسم عمك؟ متهيألي. تبقى رحمة راحت استلمتها. ازاي ومحدش موجود فيها؟ طب اتصلي باخوكي رامي خليه يشوف ايه الموضوع. انت ناسي اللي عمله امبارح، مواجهته مع رحمة مش هتبقى في صالحه. ما هو مفيش حل تاني بقى غير ان انا وانت اللي نروح ونسيب بابي. ما احنا لازم نلحق الست دي ونوقفها عند حدها 20، وبعدين احنا هنروح نشوف حل المشكلة دي، وبعد كده نرجع نطمن على باباكي. عندك حق، ناخد ايهاب والدتك لما يجي ونروح، وبرضه نتصل برامي وما نسيبوش على عماد عشان لما يتفاجئ ما ياخدش موقف. جاء الحق وزهق الباطل. لكل ظالم نهايه، وجاه يوم وداء المر اللي اتدوقهن. حفر الحفره لمراته وقع هو فيها. احنا اللي يهمنا دلوقتي الشغل هيبقى قد كده 10 مرات. احنا هنشتغل بقلوبنا مع دراعتنا، ولو طلبت مننا الاستاذه ان احنا نشتغل 24 ساعه مش هنقول لا. يبقى يلا يا جماعه كله يشوف شغله، الوقفه دي ملهاش اي لازمه. مش نعرف الاول سياسه الشركه يا استاذ عبد الشافي؟ مهما كانت السياسه الجديده الانتاج ما يوقفش. لا طبعا، الانتاج مش ممكن يتوقف. يبقى نستمر في الانتاج بهمتنا، ولما الاستاذه رحمه تروم اللي هي فيه هاتوا لنا على السياسه الجديده للشركه، وانتوا قولوا لها كل اللي انتوا عايزينه. متفقين؟ متفقين. اتفضل على الشغل. ولاول مره أستطيع أن أقترح بعد أن انزاحت الغمة وأصبحت غير مهدد في لقمة عيشي، أستطيع أن أقول ولأول مرة أن الأستاذة رحمة كانت العمود الفقري في إدارة التسويق، ولكني لم أستطيع أن أقرر ذلك وأقوله من قلبي لفريد الطنان. ومين سمعك يا دكتور أبو عرام؟ ديابي عارف كل حاجة وكان مطلع بنفسه. لا مؤاخذة، كنت مطلع طبعاً. وأكيد وصل سعادتك محاولات المستميتة في إفساد الورقة اللي حضرتك مضيت فيها على بياض، لكن إيد فريد بيه كانت أطول من إيدي في إنه يلحق الورقة قبل ما أفسدها. طبعاً، مش الورقة اللي كنت هتلهب فيها 5 سنين سجن. الحقيقة يا جماعة جميلكم على راسي من فوق، لا مؤاخذة يعني مكافئتكم هتوصلكم حالا. ملهاش لزوم يا دياب دي، احنا قمنا بالواجب بس. احنا تحت امر سعادتك والسمع والطاعة.
والحقيقه انا متشكر قوي للسمع والطاعه بتاعتكم دي، انتوا عملتوا الواجب والزياده. انا مش عارف يا اخي اودك منكم فين، انما ردك الله عيب يا اخي عيب. مالك يا بنت؟ واضح ان حضرتك هتغير كل اللي شغالين في الشركه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ما انا مش هستنى لغايه ما تستعمل معايا العصايه. لا العصايه دي للمنافقين اللي افسدوا الشركه، انما الناس الكويسه اللي زيك هيقعدوا معانا على طول. اتفضلي اقعدي على مكتبك، لان ده كان ندر عليا ووفيته الحمد لله. اطلبي لي نسكافيه على النوتة. لا مؤاخذة. خير يا ترى ليكي اي طلبات تانية؟ ابدا، انا بس كنت منتظره ان حد منكم يجي علشان يستلم محتويات الفيلا. هتحب تمضي ولا اشوف حد تاني يا استاذ رامي؟ لا ولا يهمك، انا اللي همضي. ازاي يا رامي الكلام ده؟ الكلام ده من اختصاص بابي. والحد بقى ما بابي يخرج من المستشفى، انا ممكن اقلب اصلي وارمي لكم محتويات الفيلا بالكامل في الشارع كده بالبجاحه دي. وبعدين يا شيرين، انت بتزعلها ليه بصراحه؟ بقى اللي بتعمله المدام ده شيء يخرج الواحد عن شعوره. يا اختي انت كنت مستنيه وما صدقتي؟ لو سمحتم كلكم، انا مش هسمح لاي حد فيكم انه يطول عليا ولو بكلمه واحده. لو سمحتم عايزين ننتهي بقى من الموضوع دوت، والا اللي ليكوا حرميه في الشارع وعين عليه حارس لحد ما تستلموه. ويعني ان اي حد فيكم حاول انه يطول لسانه، انا ما عنديش غير حاجه واحده، البوليس، ومش هتنازل. ملوش لزوم التهديد يا مرات عمي، انا اللي هوقع باستلام العفش يا باشا. اتفضل يا شيرين. انت رايحه فين بس دلوقتي يا شيرين؟ مش عارفه، بس مش قادره استحمل اكتر من كده. يا بنتي انت هتغيروا ايه من الواقع بس من انفعالك ده؟ ما هي دي الكارثه، مش هقدر اغير حاجه. بس لكن صعبان عليا قوي اللي احنا فيه ده. طب بس والدتك وجدك؟ مامي مامي انتي كمان يا حبيبتي، وحشتيني قوي. الحمد لله على السلامه، احنا محتاجين لك قوي يا مامي قوي. ما انا عشان كده رجعت، وهفضل عايشه معاكم تحت اي ظروف. انما قولي لي يا شيرين، هو البوليس هنا بيعمل ايه؟ قبضوا على ابوكي؟ ابدا يا مامي، بس يا ريتك جيتي قبل كده. المهم ان انا جيت يا شيري، ومش هفارقكوا تاني ان شاء الله. الله، هو من لا احبابه ونسى اصحابه ولا ايه يا ست شيرين؟ سوري يا جد، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ايه يا عبد الغني، انت لسه واخد موقف مني؟ بالعكس يا فندم، في برضه حد ياخد موقف من والدته. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. الله، احنا هنقضيها سلامات على الواقف هنا، ما تخلوا عندكم نظر، انا مش قادر اقف على رجلي. لا اتفضل يا بابا، يلا يا اولاد نكمل كلامنا جوه. لا ازاي؟ ايه ده يا بنت، انت هتمنعي والدتك انها تخش بيتها؟ مش القصد يا جد، ودي بس. بس ايه؟ مهما كان انا من حقي ادخل البيت واقيم فيه ايا كان موقف ابوكي. مش بابي اللي هيمنعك يا ماما، دي رحمه مين؟ انا شايفه اننا نديهم اسبوع مهله لحد ما نلموا كراكبهم من الفيلا، ولا ايه رايك؟ وبعد الاسبوع ده لو رفضوا التسليم حضرتك تبقي تشرفينا واحنا هنقوم باللازم ان شاء الله. في خير يقدم على اذنك. مساء الخير يا بهجه. ايه مالكم واقفين متنحين كده ليه؟ مفيش حاجه تستاهل الحزن. ان شاء الله ربنا هيقدرنا ونواجه الواقع ده مهما كان مر، ونتحداه كمان. دي مش نهايه الكون، دي بدايه جديده. ان شاء الله نفكر مع بعض هنبتديها ازاي. شفت يا مروه، ربنا كبير، ودي نهايه كل ظالم. اللهم لا شماته. شماتت ايه بس؟ دي لا شماته ولا حاجه، انا بس عايز اقولك ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، واحنا والحمد لله في خلال اسبوع هينزل انتاجنا ويغطي السوق كله، وبتركيبه افضل من التركيبه اللي سرقها فريد الطنان. ما خلاص فريد الطنان اصبح ملوش وجود، ومتهيألي ان الملكه الجديده للشركه مش هتتعامل معانا بنفس الاساليب الملتويه اللي كان بيتعامل بيها فريد الطنان. ده اذا ما اعتمدتش بقى على الاداريين ومجلس الاداره القديم. سواء اعتمدت او ما اعتمدتش، التخلص من فريد الطنان وافكاره في حد ذاته تخلص من كابوس فظيع، واكيد المنافسه هتكون شريفه.
ما تبقيش متفائلة أو كده. الطريقة اللي استولت بيها الست دي على الشركة وعلى أملاك فريد الطنان ما تطمنش، وتقول إن الست دي مستغلة وما عندهاش ضمير. والله الأيام اللي جاية هي اللي هتحدد لنا طريقة التعامل مع الست دي، سواء في قضية الأرض أو في إنتاجنا اللي هينزل السوق وينافسها، ولازم نكون مستعدين نفسيا جدا للتعامل معها بكل الأشكال. موضوع الفيلا ده سيبولي، أنا هتصرف فيه إن شاء الله. يعني أقدر أقنع رحمة بإنها تسيبها لنا، ولو ما حصلش هتصرف في الشقة نعيش فيها كلنا. والشقة ليه؟ ما السراي عندي في العزبة. عزبة إيه بس يا جدو؟ إحنا مصالحنا كلها هنا، مش معقول هنروح ونيجي كل يوم المشوار ده. عموما ده موضوع نبقى نتكلم فيه بعدين، المهم دلوقتي بابا. ماله بابي؟ لازم تسألوا عليه وتطمنوا عليه يا شيرين، وتطمنوه ان المحنة اللي هو فيها دي ان شاء الله تتحل. معقولة يا مامي؟ حضرتك اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوة شيرين، بصراحة انا فكرت وعدت حساباتي ولقيت ان فريد مهما عمل هو عشرة عمري وابوكو، مفيش اجمل من التسامح. ونبتدي بقى مرحلة جديدة في حياتنا. ياه الله الله يا ماما. يا حلو يا العدل او كده. بنت ربيع الشايب لازم تكون عشان باستمرار افتخر بيكي. انت فعلا انسانه عظيمه قوي يا بنت. مرسي مرسي قوي يا ماما. خلاص بقى احنا هنقعد نشكر في بعض ونضيع الوقت. يلا يا شيرين خدي عبد الغني وروحي اطمنوا على بابا. يلا بينا يا شيرين. يلا يا عبد الغني. على اذنك. هو رامي فين؟ وخرج ولا ايه؟ لا يا ستي، انا شفته قاعد في الجنينة وموطي راسه حاططها في الارض مكسوف يبصلي او يبصلك كده. طب انا رايحة له. بس بقولك ايه، اياكي اياكي ايه يا بابا؟ ما قلنا مرحلة جديدة بقى في حياتنا. وانا بقى بصفتي ملكة للشركة قررت فصلك يا سيد فريد. مين اللي هيديرها لك؟ انا. انت تفهمي ايه في الادارة؟ أنا بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال. أنا بقى شهادتي من أمريكا من الستيتس أهي قدامك. بالله واشرب مية. اخلصي اخلص أنت على غير أنت وتنام. فين هدومي؟ هدومي؟ مفيش قدامي غير كده عشان أقدر أعيش يا ماما، ودي مجرد وظيفة أكل منها أعيش وأصرف على نفسي، وبرضه هتعلم. رامي انا عارفه حبيبي ان انت انسان عاقل وناضج تقدر تميز بين الصح والغلط. انا عايزك تخرج نفسك بره الموضوع وتبص عليه كده وتشوف وجهه نظرك فيها تبقى ايه، بس بشرط الكلام ده تعمله بحياديه ومن غير مبررات. بص على المستقبل مش النهارده وبس، لا اللي جاي كمان يا رامي. لو ضعت في دراستك هيبقى شكلك ايه لو ما قدامكش غير المهنة دي؟ انا عارف يا ماما، بس لا يمكن دي هتبقى مهنتي، ده وضع مؤقت. الشغلانة دي زي ما قلت لحضرتك قبل كده فلوس وبس. يا حبيبي الفلوس مهمة، انا ما قلتش حاجة، وليها قيمة كبيرة جدا، ده هي دينامو الحياة. لكن في حاجات تانية كتير اهم من الفلوس انت مش هتقدر تعرفها ولا تحسها غير لما تحقق اللي انت عايزه. انا مش همنعك ولا هقولك سيب شغلك، انا كل اللي هطلبه منك انك تبص في عيون الناس اللي حواليك، شوف نظرتهم ليك ايه، وبعدها انت اللي هتقرر اذا كنت هتستمر ولا هتتراجع. وفي الحالتين القرار هيبقى قرارك من غير اي تدخل مني. ما يكونش فريد وابنه ارتكبوا خيانة وبلغوا عني ولا جابوا سيرتي. يا رب الباشا الباشا مش انا يا باشا، مش انا يا باشا اعمل معروف يا باشا، مش انا مش انا اعمل معروف اعمل معروف، مش انا كفاية عليا اللي عملته فيا انت وابنك. انت اللي ورطتني، لازم تلاقي لي حل، والا هذبحك.
اصبح لي. استغفر الله العظيم يا باشا، حرام عليك، ما تورطنيش اكتر ما انا متورط. حرام عليك، هنا بيتي مش عمر مكرم. والدك هرب من المستشفى. معقوله يا خبر؟ ازاي ده؟ يبقى حالته اتحسنت. اتحسنت ازاي؟ اذا كانت اتحسنت فده تحسن مؤقت، لكن في خطر على حياته. ما انا لازم اخرج من الورطه دي، بس ازاي؟ دي مصيبه لو قلت لماما، بس ده كده او كده ممكن يعرفوا بفضيحه كمان من جمالات. لا، انا لازم اواجه الموقف بشجاعه واقول لها دلوقتي عشان ما تصدمش. ايوه، من دلوقتي عشان تقدر تفكر وتلاقي حل للمشكله. انا بقى هقول لها واللي يحصل يحصل. هتهرب تاني يا جبان؟ بس هتهرب تروح فين؟ هتفضل تهرب زي العيال كده لحد امتى؟ لا، انا بقيت راجل ولازم اعترف بالغلطه اللي ارتكبتها. ايوه، لازم اعترف بيها. نهار اسود، اللي انا عملته ده ايه؟ مالك يا حبيبي واقف كده ليه؟ تعال ادخل. ما فيش يا ماما، بس اصل انا كنت عاوز حضرتك في موضوع ودلوقتي الوقت مش مناسب. مرة تانية. مش مناسب ليه؟ بالعكس، ده انا كنت مستنيك. نعم؟ مستنياني انا؟ ليه؟ عشان تكلمني في موضوعك. موضوع ايه؟ ده انا ايهاب، مش هينفع نتكلم كده واحنا واقفين. لاحظ ان في ناس غربة في البيت ممكن يسمعوا اللي احنا هنقوله، مش هيبقى كده سر بينك وبين ماما. تعال يا حبيبي ادخل. مالك يا حبيبي؟ اقعد بالراحة كده وبالهداوة وقولي انت كنت عايزني في ايه. في الرجوع لبابا طبعا. هو ده الموضوع اللي كنت عايز تكلمني فيه؟ ايوه طبعا يا ماما، اصل بصراحه يعني العيشه في البيت بقت صعبه قوي بسبب الخلاف اللي ما بينك وبين بابا. بصراحه بقى انا نفسي تتصالحوا كده عشان خاطر يا ماما. ان شاء الله هيحصل. بجد يعني حضرتك موافقه؟ طبعا يا حبيبي، مساله وقت بس لما بابا يخرج من الازمه اللي هو فيها دي ونبتدي نتصافى ونتصالح. متشكر، متشكر قوي يا ماما. بصراحة أنا مبسوط جدا إن أنا بسمع من حضرتك الكلام الجميل ده. رايح فين؟ ها؟ هسيب حضرتك ترتاح شوية. مفيش موضوع تاني عايز تكلمني فيه؟ طبعا لا يا ماما، هو موضوع بابا بس. طيب يا حبيبي، عموما لو في أي موضوع خطر على بالك يكون تعبك أو مضايقك عايز تحكيهولي تعالالي فورا، انا موجوده. مش عايزك تعتبرني ماما وبس، اعتبرني صاحبتك اللي ممكن تفضفض معاها. اوكي يا بوب؟ نعم بوب. ايه يا واد بدلعك؟ اصلا اول مره يعني حضرتك تدلعيني. مش هتبقى اخر مره ان شاء الله. جوزت ابنك لبنت المليونير اللي هيسنده يا ابو عبدو؟ وانا كنت اعرف منين بس يا ابو عبدو ان هو هيفلس؟ اديله فلوس، ده هيرد لك الجنيه 100 يا ابو عبدو. ما انا كان غرضي يا اخويا ان احنا نقب على وش الدنيا معاه. سيبنا بيتنا وسكننا على العتب يا ابو عبدو. ربنا قادر على كل شيء، ممكن يقب تاني على وش الدنيا، بس انت اقف جنبه واقف معاه. اقف جنبه ازاي يا ابو عبدو؟ اذا كان هو نفسه جاب ارضه وجابنا معاه. معلش يا ابو عبدو، ما هو اقف جنبه يعني يجي معانا ونشون عرشه عندنا لغايه يعني الحد يعني لحد الحد ده انا هفتحه في نفوخك ومد ايدي في زورك اطلع لسانك واقطعه عشان ما تشوريش عليا بحاجه تاني. يا خرابي يا خرابي ايه هيزيدك منك. معلش ما كانش قصدي يا ابو عبدو. يلا في ايه اللي حصل؟ اهلا اهلا بسبع البرومبا. يابا عشان خاطري عم فريد هرب من المستشفى وحالته وحشه جدا والعمليه مش ناقصه توتر اكتر من كده. بابي ما جاش هنا؟ بابي الله يخرب بيت بابي واليوم اللي شفنا فيه ابوكي. لا احترم نفسك يا راجل، انت احفظ مركزك.
المركزي. راني ده كلام الاستاذ اعصابه متوتره ما يقصدش الاهانه مهما كان هو ضيف عندنا واكرام الضيف واجب حتى لو تطاول علينا. يا نهار اسود قوم قوم اعمل معروف ما تودينيش في ده يا باشا ما تودينيش في ده يا حرام عليك يا رب بتعذبني العذاب ده كله ليه؟ اعمل معروف يا باشا قوم قوم انا ما عملتش حاجه معاك قوم يا باشا. الله 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 مش هسيبك مش هسيبك يا بنت دياب. الله ده انت سكرت ولا ايه؟ انا مش بنت دياب انا بنت عبود انا ابن عبود حرام عليك. برضه مش هسيبك. فيلتنا دي اساسا انت ما كنتش تحلم تخطي عتبتها برجلك مش تعيش فيها انت وابنك. فيلتكو كانت يا حبيبي فيلتكو دلوقتي انتوا في الشارع مالكمش مأوي عشان اللي زيكم ملوش مأوي غير الشارع. وبعدين بقى ما تحترم نفسك وفيها كده. طب ادفع اللي على ابوك الاول وبعدين تعالى كلمني. استهدوا بالله يا اخوانا. بسكت ابوك يا عبد الغني. سكت ابويا؟ هو ابويا بس اللي بيتكلم؟ مش شايف اخوك يا هاني بيتكلم ازاي لوحده قد والده؟ وبعدين مش طريقه دي. خلونا في المصيبه اللي احنا فيها ناجل الكلام التافه ده لغايه ما نشوف مصير فريد ايه. والله عداك العيب يا ست هانم لازم برضو ندور عليه. اه طب ومستنيين ايه؟ ما تيلا اي مكان ممكن يتواجد فيه نسال عليه بدل الراجل ما يتهور ويعمل في نفسه حاجه من غير ما يحس. انت اللي ورطتني الورطه دي ولازم تخرجني منها. اخرجك منها ازاي بس يا باشا؟ الله ما انا متورط زيك تمام ده انا بعد كده مش هلاقي اكل. يبقى خلاص تنقذ نفسك وتنقذني. ازاي يا باشا ازاي ازاي؟ اتصرف يا اخي. ازاي تجبر بنت دياب انها تتنازل عن املاك اللي هي لهفتها وتردها لي؟ ازاي بقى؟ ما تقولش ازاي. ازاي ابن بنت دياب ماله تخطفه؟ اخطف الواد؟ طب لو سمحت لحظه واحده بس. رايح فين؟ اهيم زي كلاب الشوارع. اقعد. حاضر. انت هتنفذ اللي بقولك عليه هتخطف الواد وتجبرها انها تتنازل عن املاك اللي لهفتها يا اما تذبح الواد. اذبح الواد؟ بقول لك يا باشا خبريه مالك انت واخد عني فكره ولا ايه؟ انت واخد فكره انا بلطجي مثلا؟ هو انا ايه الخط؟ انا جبان انا اجبن من الجبن. انا بصراحه بخاف من الجوافه. انا نقطه دم تخلينا اتراجع. حرام عليك حرام عليك مش كده. انت واخد عني انت وابنك فكره غلط. انت لا تذبح ولا ترتكب اي جريمه. يا سلام هو خطف الواد ده مش جريمه؟ ثم ده ابن اخوك يا اخي. ده مجرد تهديد بس مش هيتنفس. طب ما تشوف لك واحد من البلطجيه بقى. لا حدق البلطجيه دول مش عايزين فلوس. اه بقول لسعادتك ايه انا عندي فكره ما تخرش الميه. انا ليا واحد ابن خالتي رتبه كبيره في البوليس مخبر انا هروح له عشان يجيب لك واحد مجرم. ده ايه العبقريه دي؟ تجيب لي واحد مخبر عشان يجيب واحد بلطجي يخطف الواد ويذبحه؟ ده انا اللي هذبحك. بوليس 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 عايز ايه؟ مش عارف بس انا خايف. خايف من ايه؟ ما تفتحش. مفتحش ازاي؟ يكسروا الباب وانا اتحمل مصاريفي؟ مش هيقدروا. مش هيقدروا ازاي يا باشا؟ بقول لك ايه؟ ما تهرب يا باشا. اهرب من البلكونه، اهرب من المنور. واهرب ليه؟ عشان ايه؟ يا باشا انا عندي حل هيريح الناس كلها. بقول لك ايه؟ ما تنط من البلكونه تريح نفسك وتريحني وتريح عيلتك كلها. عايز انط عشان اموت؟ خلاص انط انا. لا خليك عندك هنا، خليك اوعى اتحرك. ولا يا شيرين ما شفناه من ساعة ما الأسعاف جت خدته من الشركة ولا رجع الشركة حتى. يعني هيكون راح فين؟ واحنا ايه عرفنا بس؟ طب أرجوك أرجوك لو جه هنا أو اتصل من باب الإنسانية هنوه برحمة لأن حالته صعبة قوي وأرجوك تتصلي بينا إن شاء الله.
متشكرة قوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا بنتي. ربنا يطمن. مع السلامة. مش عارفة يا بابا الراجل ده ايه اللي جراله. وبعدين معاكي بقى، مش قلنا هننساه خالص يا مؤاخذة؟ ما ينفعش ننساه ازاي بس يا بابا. يوه خليه يا بنتي في الشركة النظافة من الناس الوحشة اللي فيها. مش بالسرعة والتهور ده يا بابا، المسألة لازم تاخد وقت، كده مش هيبقى في صالح الشركة. آه يبقى انت هتديهم فرصة بقى ياكلوا بعقلك حلاوة لا مؤاخذة. يا بنتي اعملي معروف، عاوزين ننظف الشركة ونرجع للناس الغلابة حقهم، نحافظ على حق الموظفين والعمال الغلابة. وتفتكر انا ممكن اديهم الفرصة انهم يعملوا كده يا بابا؟ يعني الارض انشقت وبلعته. انا تعبت. على فكرة احنا مفيش مكان ممكن نلاقيه فيه الا ورحناه. والحل؟ انا من رأيي ان احنا نغير الاسلوب اللي بندور عليه بيه ده. ما تقولش ندور في المستشفيات والاقسام. ما احنا ما قدمناش غير كده يا شيرين، وده الجزء الاولاني من خطة البحث، وانتي وعبد الغني اللي هتقوموا بيه. والجزء التاني يا قلقين منامي. يعني الجزء التاني محتاج مبلغ كده من المال يا بابا. مبلغ؟ ليه يا ماما؟ حضرتك هتعملي ايه؟ هنزل صورته مع نداء في الاربع جرايد، عشان لو القدر الله حصل له اي حاجة الناس تتعرف عليه ويدلونا على مكانه. وهنجيب فلوس النشر منين يا ماما؟ في دي بقى ادوني فرصة لبكرة وملكوش دعوة بيها. المهم تنفيذ الجزء الاول من خطة البحث، واذا بقى يعني حصل فشل ولا قدر الله انا هتولى موضوع النشر ده، بس من غير مغرم ولا مليم. يلا مستنين ايه؟ فعلا صح اللي قلتيه ده هو الصح. نستحملهم يا اخويا، دول مهما كانوا نسيب ابني والاصول والواجب والبلا الازرق اللي هشوفه في دنيتي، بس نفسي كده تحطيها في نفوخك وتشوفيها هتزرع ولا لا. يا ايه اللي تزرع دي؟ الفكره اللي انت طالعه لي بيها، نقل محتويات الفيله دهيت على بيتنا. وفيها ايه لما نفتح لهم المخزن اللي في الدور الارضي؟ هو المخزن هيقضي؟ نحط الباقي على السطوح. مش هيقضي. خلاص ما فيهاش حاجه لما ناجر لهم مخزن يا سيدي. كمان لسه عايزاني اجر مخزن على حسابي؟ الاصول والواجب يا حاج، دي احنا ولاد بلد واصله، ونستنى ونستحمل لما نشوف الامور تتيسر مع البيه. بقولك ايه، مش عايز اسمع كلمه البيه دي تاني على لسانك، احسن اخبطك على دماغك اعملك تربنه. ملوش اي اثر. طيب خلاص روحوا انتوا بقى وانا هنفذ اللي قلت عليه. يا سيدي ما انا مفيش قدامي غير كده عشان خاطر اطمن عليه. انا كده هبقى موجود الصبح عشان اشوف العفش هنقله ازاي. يلا باي باي. ما انا قلت لك نقصر الطريق. كان عندي امل انهم يلاقوه. عموما انا عملت حسابي في الاربع جرانين اللي انت قلت لي عليهم، وطبعه تانيه هتلاقي ناس ايه على بابك كده قلبين الدنيا وجايبينه لك من تحت الارض. انت ناوي تنشر ايه بالظبط؟ صوره والدك تحتها 150,000 جنيه مكافاه للي يرشد عن صاحب الصوره، ورقم تليفونك المحمول. معقول؟ طبعا، ما هو لازم يكون في حافز عشان الناس تتصل بيك وتكلف نفسها. المصيبه دلوقتي انهم يعتقدوا انه هربان من العداله، ساعتها بقى تبقى مطارده بالاسلحه عشان يقبضوا عليه وياخدوا المكافاه. بس ماما اسلوبها اتغير خالص، وممكن دلوقتي تسمعني. انا هكلمها. لا لا صعب. طب اعمل ايه؟ ما هي لازم المشكله تتحل قبل ما تبقى قنبله وتنفجر. صح، هو جده، هو ما فيش غير جده، لازم اتكلم معاه على رواق. انا خلاص دماغي لسعت من البيت ده ومش طايق اقعد فيه. يا سلام، مش البيت ده اللي كنت طاير من الفرحه يوم ما نقلنا فيه؟ كنت، لكن دلوقتي مش طايق اقعد فيه. ما انا مش هستنى لغايه مرات اخو البيه لما تيجي وتقعد فيه وترمينا بره. ما هو اللي يسري عليهم يسري علينا يا ابو عبده. ايوه يا ام عبده، ولما ننطرد كلنا سوا يطلعوا معانا صحبه ويجوا على بيتنا ويقعدوا فوق قلوبنا. وادفع يا ابو عبده. يا ده انت مخك راح لبعيد قوي يا ابو عبده. ما هو لازم يروح يا ام عبده، يروح ويجي. انا خلاص ما عدتش طايق اقعد في البيت ده اهوت، ولو هروح على بيتنا ولو حد هوب ناحيتنا مش هحصل له كويس. وابنك يا ابو عبده
نسيبه يترمى في الشارع يا راجل؟ يقلبها في دماغه ويجي معانا من دلوقتي، يا اما مش هفتح له الباب ابدا. اتفضلي. مية وخمسين ألف جنيه للإرشاد عن مكان بابي، ودول بابي هيدفعهم منين؟ يظهر إن أخوك هو كمان اتجنن وناوي ورط نفسه. تقصد إيه بقى بهو كمان دي؟ يا حبيبتي أنا مش قصدي حاجة، بس ده تصرف أهوج، وبعدين أخوك ما عندوش المبلغ ده، لو حد أرشد عن باباكي هيقول عليه نصاب لأنه مش هيقدر يدفع المبلغ ده وهيحاكموه. يحاكموه إيه؟ دي المساحة اللي منشور بيها الإعلان ده تساوي ألوفات. وجاب الفلوس دي كلها منين؟ مين قالك؟ مش جايز جده هو اللي نشر؟ لا، هو اللي مكلمني على الموبايل، بعدين جدك في سبع نومة. أنا بصراحة مش عارف أشكرك إزاي. ما بلاش الكلام الهايف ده، اللي بينا أكبر من كده بكتير. مرسي قوي يا شاوي. مش هتطلع معايا تشرب الشاي؟ لا معلش أنا آسف، خليها وقت تاني. بصراحة ظروفي النفسية ما تسمحش في الوقت الحالي، إلا الأول لما اطمن على بابا وظبط أمور الأسرة. أنا مش هضغط عليك، لكن مش ملاحظ إنك اتأخرت عليا قوي في الرد. رد؟ رد إيه؟ معقولة؟ أنا مش على بالك للدرجة دي؟ لا أنا ما أقصدش يا شقاوة، بس أنت عارفة كويس المتاهة اللي أنا تايه فيها. المتاهة تشغل فكرك، لكن قلبك ما افتكرش. ده أكيد يا شقاوة، بس انا على راحتك، بس انا حبيت افكرك يا حبيبي. باي. مساء الخير. مساء الخير يا عم سيد. مساء الفل يا هاني. لا بقى، ما احنا لازم نروح على بيتنا دلوقتي. بيتنا يابا بس اللي انت بتكلمني عنه ده؟ ما مصحيني دلوقتي عشان تقولي الكلام ده؟ ما هو الكلام ده اهم من نومك في العسل يا ابني. اسمع الكلام، ان ما جيتش معايا انا وامك دلوقتي مش هيبقى لك مكان في البيت. لما تيجي ترجع البيت انت ومراتك بعد اهلها ما ينطردوا من الفيلا، ومش هنشيل عفش حد عندنا، وكفايه اللي حصل لنا بسببهم. يعني يابا عايزنا نشد الشين غصب عنها البيت ورجع شقتنا بعد ما والدتها رجعت؟ مش احسن ما يشبطوا فيها كلهم بعد ما ينطردوا من الفيلا؟ يا واد يا واد خليك بورم وانفد بجلدك بسرعه لطافه. اسمع كلامي، احسن يمين بالله. من غير حلفان يابا، من غير حلفان يابا. انا مش معترض، بس انا خايف هي اللي تعترض. تبقى مش راجل لما حرمه تمشي كلمتها عليك. يابا ايه لازمته بقى الكلام ده دلوقتي؟ بقول لك ايه، اطلع لها باي حجه وانفد بجلدك بصنعه لطافه قبل ما يفوت الاوان. حجه ايه بس يابا؟ انا معرفش، انا قلت لك وخلاص، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. انا الليلادي حبيتها في البيت، عايز تيجي انت ومراتك اهلا وسهلا، انما هتسحب لي حد من اهلها يبقى لا انت ولا هما هيعتبوا عتبه البيت. سلام. والله كلام معقول برضه، انا لازم انفد بجلدي من دلوقتي. الله، على فين ان شاء الله يا بهيج؟ مشوار ضروري يا بابا، هعمله وارجع على طول. بخصوص فريد برضه؟ بخصوص حياتنا كلها، لما ارجع هقول لحضرتك. ربنا معاك يا بنتي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا قوي صباح الخير يا بنت. صباح الخير. مال شكلك عامل كده ليه؟ لا ما فيش حاجه، بس ده انا دماغي كده زحمه شويه وما جاليش نوم من امبارح. لا لازم ترتاح وتنام، انت كده عصبك تنهار. معلش يا طنط، لاني لازم اجهز الشنط. شنط ايه؟ شنطي انا وشيرين. ليه؟ عشان بعد اذن حضرتك يعني لازم نروح النهارده. تروحوا فين؟ بيت بيتكم. انتوا ليكوا بيت؟ فجأة كده طلعت في دماغك؟ مش قادر استحمل ان انا اقعد في بيت مش بيتي. لا اقول بقى انك عايز تهرب من المشكلة وتريح اعصابك. انت وبعدين معاك يا شيرين؟ ما هي ملهاش تفسير تاني غير كده. فسريها بالطريقه اللي تعجبك. انا خلاص مش قادر اقعد هنا اكتر من كده، ولازم ارجع شقتي. ارجع لوحدك. يعني ايه بقى الكلام ده؟
يعني انا بقى مش هتخلى عن مامي وخاتي في الظروف اللي زي دي. علي صوتك كمان، علي خلي الناس كلها تسمع. ما هو مفيش حاجه بتستخبى، اللي مش هيعرف دلوقتي هيعرف بعدين. ايه في ايه يا اولاد؟ مالكم زعبدين كده على الاخر؟ يعني عاجبك كده يا جدو الاسلوب اللي بتعاملني بيه ده؟ افهم الاول ايه اللي حصل وبعدين اقول لك عاجبني ولا مش عاجبني. البيه الاصيل اللي بيفهم في الواجب وفي الاصول عايزنا ننسحب من حياتكم وفي التوقيت ده ونرجع شقتنا. هو معنى ان احنا نرجع شقتنا يبقى بننسحب من حياتهم؟ لا ابدا يا ابني، سواء كنت هنا او كنت في شقتكم او كنت حتى في اخر الدنيا فانت مشارك في حياتنا ومتأثر بيها ومأثر فيها. بس هو كده بيهرب من المسؤولية يا جدو. مسؤولية ايه يا بنتي؟ مش تعرفي وجهة نظره ايه الاول؟ وجهة نظره مش مقبولة، فجأة زهقت وعايز اروح بيتي بيقولي كده. من حقي ولازم تسمع كلامي وتطعيني. سامع يا جدو سامع؟ ايوه سامع وفاهم، ومن حقه يعيش في المكان اللي يعجبه، وانتي لازم تطيعيه طاعة عمياء. معقول يا جدو انت اللي بتقول الكلام ده؟ ايوه انا اللي بقول الكلام ده، ولو كان عايز يمشي من دلوقتي يقولي له اتفضل سمعا وطاعة يا حبيبي. سمعتي؟